الأستاذ نجم العوسي طلب مداخلة بشأن إقامة مباراة الطلبة والجوية في ملعب التاجي، أعتقد هو عضو لجنة المسابقات في الاتحاد، ممكن شبابنا يأمنون الاتصال معاه وإذا الاتصال جاهز. ألو، السلام عليكم. ألو أستاذ نجم، تسمعني؟ معك اسمعك سادة. شلونك أستاذ نجم عيني؟ الله تحياتي لك و برنامجك ولضيفك الكريم. تحياتي إليك. طلبت مداخلة بتوضيح عن مباراة الطلبة والقوة الجوية، ممكن توضح لنا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحياتي لك وللكادر البرنامج وللضيف الكريم الكابتن كريم دافع. تحياتي. فيما يخص مباراة الطلبة والجوية، الحقيقة الملعب المفترض لنادي الطلبة بعد توقف اللعب في ملعب الشعب نتيجة إعادة تأهيل أرضية الملعب هو ملعب أمانة بغداد. أيضا خلال هذا الأسبوع ملعب أمانة بغداد حسب طلب إدارة النادي هو تعرض أيضا للصيانة والترميم في تلك الفترة. فنادي الطلبة هو اللي يملك الملعب، يعني هو صاحب الملعب، صح، هو اللي يحدد مكان صحيح لمباراته مع القوة الجوية، صح. فإدارة نادي الطلبة والكادر التدريبي طلبوا تقوم مباراة في ملعب التاج. إدارة القوة الجوية اليوم أو أمس قدمت اقتراح على أن تقام المباراة في ملعب كربلاء، وتعتبر مباراة هوم بالنسبة للقوة الجوية على أن يعاد الأوي بالمرحلة الثانية في ملعب الطلبة، لكن إدارة الطلبة اعتذرت عن هذا الطلب وأصرت على إقامة المباراة في ملعب التاجي. ممكن احنا انه هو هذا ملعب الطلبة، نعم تمام. انت اليوم تعرف مباراة جماهيرية، مباراة بحجم الطلبة والجوية، كيف راح تسيطرون على الجمهور استاذ نجم؟ كيف راح تندار المباراة اليوم؟ جمهور الجوية جمهور كبير، جمهور الطلبة في منافسات نتائجه مميزة، مو مثل السنوات السابقة. احنا همينا اليوم ما نقبل يحدث شيء سلبي من اجل اتحادنا، من اجل نجاح الدوري، صح لو غلط؟ فاحنا من هاي الباب نتحدث. تمام استاذ نبيل، يعني كلامك صحيح بصراحة، يعني ملعب بحجم ملعب التاجي لا يستوعب جماهير فريقين مثل فريقي الطلبة والقوى الجوية، لكن انا وضحت لك الحاله والمسبب، لا فهذا اللي حصل. لكن احنا كلجنه مسابقات ومعانا اللجنه الامنيه انه عملنا على اتخاذ كافه الاجراءات لتامين انسيابيه دخول الجمهور بالدرجه ان شاء الله تجنبنا من اي عوارض اخرى، وتبقى الامور حتى احنا نوع المشرف الامور الاخرى اخذنا اجراءاتنا في هذا الموضوع وان شاء الله تمشي الامور بسلام ان شاء الله. تمام، ليش ما اختاريتوا ملعب الصناعه؟ يعني ليش ما تحدثتوا ويا نادي الطلبه بملعب الصناعه؟ ليش مو بكربلة؟ والله استاذ نبيل انا وضحت لك، هذا كان طلب نادي الطلبه، قال احنا اختارينا ملعب القوى الجويه وجابوا لنا كتاب، عفوا ملعب التاجي، وجابوا لنا كتاب رسمي من اداره نادي التاجي بالموافقه على اقامه المباراه في ملعب التاجي. والمقترح اللي طلبته نادي القوى الجويه عرضناه عليهم، وايضا هم الحقيقه اعتذروا وقالوا نلعب في هذا الملعب، فيبقى القرار لهم. وبالمناسبه اي شيء يحصل داخل الملعب او بيخص الضبط والانضباط او اي شيء اخر تتحمل اداره هذه الطلبه في الحاله، يعني حتى العلم تكون يعني صح. يعني شلون تتحمل اداره الطلبه اذا مثل صحتها يعني هو جماهير عليهم يتحمل؟ احنا بالنسبه لنا نعتبر هذا ارض الطلبه، يعني فاي ما اي ما يجري في تخص الامور ضبط الملعب الامور انسيابيه الدخول من عدم يعني السلامة، يعني الطلبه اليوم شنو مثل استاذ نجم؟ يعني اليوم مثل نادي الطلبه يوفر قوه حتى بانسيابيه دخول الجمهور لو اذا صارت خساره وصارت مشكله بين الجماهير، هاي منو يتحملها؟ زين انتو كلجنه مسابقات وكاتحاد اليوم متاكدين او مطمئنين انه ما تصير مشكله او ما يجي عدد كبير من الجماهير بهذا الملعب؟ استاذ نبيل احنا بالنسبه لنا، شوف بالنسبه لاداره الملاعب، يعني تامين الملاعب هو يقع على حمايه الملاعب، قوه امن الملاعب، قوه امن الملاعب، تمام. اي وهاي طبعا دائما يروح لهم جدول المباريات، هم يقومون بالواجب، وطبعا تمام يقدرون
حجم المباراة ونوع الفرق اللي تلعب، واعتقد هم ماخذين اجراءاتهم بالكامل ان شاء الله. ما ان شاء الله احنا متمينين انه ما يحدث. تمام تمام، انا جدا اشكرك وشكرا للتوضيح استاذ نجم. مشاهدينا الكرام، هذا ما تحدث فيه استاذ نجم انه الطلبه هم اختاروا الملعب، واي شيء سلبي يحدث اداره الطلبه تتحمله. شوف